أهلا وسهلا، صباح الخير على جميع المغاربة داخل وخارج الوطن المغربي، المملكة المغربية الشريفة الحبيبة. تحية المغاربة في هذا اليوم، اليوم أحد 26 مارس 2023. كنحييكم من الدار البيضاء. الجو جميل جدا جدا جدا، وما أجمل المغرب بجميع فصوله. كنحييكم وكنهنيكم على الحب ديالكم لهذا البلد. ما كنشوفوا داكشي في خلال الماتش اللي داز البارح، البارتي اللي دازت البارح. جمهور 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 جمهور، صراحة جمهور واقف مع الفريق ديالو المغاربة، شي حاجة خارقة. تحية للمغاربة فين ما كانوا. وكنهني جميع مكونات المغرب، غادي نقول لك جميع مكونات جميع الملكية لكرة القدم. كنهنيو صاحب الجلالة، الفكر والحكمة والحكمة، مؤسس الأسس، le fondateur des premières bases du football marocain. No. On ne sait pas l'Académie Mohamed VI, le Marquez Mohamed VI, on ne sait pas tous les efforts, les joueurs de l'Idara, les sahibs de Jalala. Nassara Allah, il y a d'autres, mais là où il y a d'autres, c'est ça, ou la fille. Quand je crois le Gregui, اللعابة كاملين، ومن خلال الركراكي غادي ناخذوا ليكزومبل ديال العزيمة والإصرار، لا فولونتي، والتمغربيت. التمغربيت هي اللي مهمة، التمغربيت هي اللي مهمة، لأن الإنسان من والو فين كيوصل مستوى كيلعب على اللقب العالمي اللي ما عمرش دولة إفريقية أو عربية أمازيغية أو كما كانت حلمت انها تهضر على لاكوب دي موند مجرد الدور الثاني. والمغرب كان دائما سباق، هو اللي كيوصل لي برومي تور، هو اللي كيوصل ديما لي برومي، كيدوز برومي تور، دوزيام تور، تروازيام تور، ديما تروازيام تور. دابا وصل الكاتريام تور. دابا كان في 86 كان ابوبري كان شويه وما يوصل الانكار، ولكن دابا كتشوف. انا اللي كنشوفه من هذا الشيء هو تشجيع الشباب. انا راك من الكلاكسونات، راك من الكلاكسونات علينا، عيب يا كلكو شوز هما كيكلاكسوني. وهذا والله عمرني كلاكسونيت انا، بالله ما كان كلاكسونيش دي زاني، ما كان كلاكسونيش انا. دونك هاد الركراكي وكذلك اللعابه، اللعابه اللي هما عندهم الاختيار ما بين الوطن الام اللي هو المغرب والدول اللي كانوا فيها، سواء هولندا، فرنسا، بلجيكا، ايطاليا، امريكا، فين ما كانوا اختاروا يلتحقوا بالمملكه المغربيه، المملكه اللي فيها الاعراف ديال البيعه. لان انا نقول لكم واحد الحديثه عندي، كيمثلوا شي فيلم هنايا، هادشي علاش دابا كيديروا ان فيلم. دونك انا تفاجات صراحه، تفاجات في واحد الميساج في الواتساب زفتاتو ليا بنت اختي. بنت اختي زفت ليا ميساج، باقا صغيره ومغذيه بالافكار ديال مخ الروبه، مغذينا بالافكار ديال مخ الروبه، وكيشوفوا فينا اننا بوسو اليدين وبخرباه. هو هذا الفكر ديالو. نفتخر
بديمقراطية البوسعة على اليد والبوسعة على الجلبة، لأننا شعب حر، لأننا سياد، وهذه ديمقراطية. سمعتي بو خروبة ولا ما سمعتيش؟ بو خروبة غسل لهم دماغهم وكيعبدوا إلى يومنا هذا. يمكن أبدا أن نفتخر بديمقراطية البوسعة على اليد والبوسعة على الجلبة، لأننا شعب حر، لأننا سياد، وهذه ديمقراطية. شتي دابا التفكير ديال الخراقيرو، شتيهم منين الرب ديالهم، هذا هو الرب ديالهم، استغفر الله غفور الرحيم، يعبدونا بخروبه. قال لك حنا اسياد وهما اسياد وحنا عبيد. هذا هو اللي بغيت نقول للمغاربه، ولهذا عندي واحد الاحترام واحد المحبه كبيره للجاليه المغربيه، اللي رغم انها في اوروبا سوا ديزون دول ديمقراطيه او ديموكرازيه، شوف كيفاش كيديروا البوليس ديال